لم تتخيل خول غليظ يوماً وهي تفتح حساب توفير لها في بنك القدس بمدينة أريحا أن تكون من بين الفائزين بحملة توفيرك لحالك أحلالك. لكن الحلم بات حقيقة اليوم بعد فوزها بجائزة الحملة وهي عبارة عن سيارة بيجو 301. يعني بصراحة يعني ما كنتش متوقع، لأنه ما بحكي دائما بحكي ما فيش إلي حظ في الحياة يعني، بس الحمد لله يعني كان إلي نصيب يعني، والفضل من ربنا يعني الحمد لله. وطبعا بنك القدس كتير يعني كتير بتشكره، لأنه يعني فعلا يعني فعلا حقق لي طموح كبير. أنا كنت بسعى له، ولا بحياتي كنت بتوقع أني أمتلك سيارة. بنك القدس بدوره أكد أن حملة توفيرك لحالك أحلالك تأتي استمرارا لنهج البنك في إطلاق حملاته التي تنسجم وتطلعات جمهوره وعملائه في كافة محافظات الوطن. إحنا هذا الحكي بيعنينا دائما، بنتواصل لكل الناس بكل المؤسسات بكل الشركات بكل أماكن العمل، لكل العملاء، بأي شخص ممكن إحنا نوصله لبنك القدس، لأنه إحنا مؤمنين جدا برسالتنا إنه في فائدة قبل كل شيء للمواطن، اللي هي رسالتنا إحنا الخاصة فينا كبنك القدس اللي هو بنك الوطن والمواطن، وبنسعى دائما للتطور والنمو والازدهار. وكان بنك القدس قد أطلق حملة توفيرك لحالك أحلالك منتصف نيسان الماضي، التي تتضمن الصحبة على سيارة بيجو 301 كل يومين أو ستروين C4، إضافة لإجراء سحب على سيارة مرسيدس سي كلاس كل 3 شهور، حيث يدخل على السحب كل حساب توفير بقيمة $200 أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأخرى. لتلفزيون وطن، فارس المالكي.